حياكم الله واهلا بكم احبتي مشاهدي قناه سامراء الفضائيه، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامج سامراء سبورت. حقيقه هذه الحلقه مخصصه لمناقشه واقع فريق نادي سامراء الكروي او نادي سامراء بشكل عام. راح ناخذ كل الالعاب، المسيره، التاريخ، الحاضر، المستقبل، حتى الماضي. معي في هذه الحلقة الأستاذ قصي وجيه مهدي، عضو الهيئة الإدارية لنادي سامراء. مرحبا بك كابتن. أهلا وسهلا. اليوم أنت طالع كلش حلو، لبسك الحلو هذا شوي يبتسم. الله يخليك، بارك الله فيك. شلونكم؟ شلون نادي سامراء؟ الحمد لله بخير إن شاء الله. الحمد لله وشكرا. بدنا أنه تحكي لنا عن نشأة نادي سامراء، تاريخه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأسس نادي سامراء سنة 1973. على نخبة من الرياضيين القدامى، وأغلبهم يعني الله يرحمهم توفوا. نعم. فكانت يعني فعاليات كبيرة في ذلك الوقت في سامراء، وارتأوا أن يكون نادي، تأسيس نادي، والحمد لله تأسس على أيدي رياضيين كفؤين، ومشت مسيرته إلى يومنا هذا. طيب، يعني حقيقة مسيرة الفريق مسيرة كبيرة، وحقق العديد من الإنجازات، وارتبطت إنجازات كبيرة باسم هذا النادي. يعني أنا هسه من أتذكر نادي سامراء، أتذكر النتائج الكبيرة مع نادي القوة الجوية ونادي الزوراء ونادي الشرطة ونادي الطلبة، كان ينافس يعني إلى وقت قريب، إلى أنه هذا التاريخ وهذا الماضي سرعان ما، يعني خل أقول لك لا تزعل عليه، سرعان ما تلاشى. صحيح، يعني حقيقة يعني نادي سامراء كان يعني ولا زال يعني من الأندية العريقة، ونافس على بطولات كبيرة جدا يعني، ويعني حقيقة من كان يلعب يعني مع نادي الزوراء أو نادي القوة الجوية، يعني كانوا الفرق هذه الجماهيرية الكبيرة تخشى لنادي سامراء. أكيد حقيقة يعني، وجبنا نتائج كبيرة، لكن يعني تدري ظروف يعني الظروف اللي مرت في البلد يعني أدت إلى تدهور الرياضة بصورة عامة حقيقة. ونادي سامراء يعني كان من الأندية قلت لك الكبيرة، ويمثلوا خيرة لاعبي المدينة حقيقة، من أهل المدينة جميعهم يعني، ومثلوا المنتخبات الوطنية يعني مثل كابتن عدنان حمد، والآن أيضا يمثلون المنتخب يعني المنتخب عندنا يعني لاعب كابتن حمادي كان في نادي سامراء، هو أيضا من مدينة سامراء يعني من إسحاقي أو يعني تابع لمدينة سامراء، وعندنا رياضيين يعني حقيقة لاعبين كبار رغم ما هم هسه الآن شباب، يعني اختارنا يعني نخبة من الشباب مثلوا النادي يعني في الوقت الماضي يعني الموسم الماضي كذا، وكان يعني كنا مصدرين. زين كابتن، يعني أنا هسه إحنا حقيقة يعني خل حتى نتفق من البداية. نعم. احنا هاي الحلقة مخصصة لمناقشة واقع نادي سامراء. نعم. التاريخ والحاضر والمستقبل. نعم. مو هيجي؟ نعم. احنا حتى نحكي بصراحة، يعني حتى لن نقول دائما نتعكز على الظروف والسياسة وما اعرف شنو والظروف الأمنية. الظروف الأمنية صار لها سنة موجودة بالعراق، نعم، وخاصة في محافظة صلاح الدين، ومع ذلك حتى يعني مدينة سامراء بقت خارج الأزمة يعني إن شاء الله، والحمد لله، وإن شاء الله تبقى خارج الأزمة وترفل بالأمين والأمان إن شاء الله، والله يديمها على أهلها. آمين يا رب. يعني احنا نريد نحكي أسباب الحقيقية اللي أدت إلى تدهور مستوى فريق نادي سامراء. حقيقة يعني قلت لك غير الأوضاع الأمنية، احكي لي غير الأوضاع الأمنية. نعم نعم، احنا تدري الفريق بالأخص كرة القدم يعني يراد له مبالغ كبيرة، لأن اكو عقود لاعبين، عقود مدربين. نادي سامراء يعني الحقيقة يعني ما عنده هاي الإمكانية، وما عنده يعني الدعم القوي حتى يمارس عمل مثل باقي الفرق المؤسسات، باقي فرق المحافظات الأخرى اللي تجب. وإضافة إلى ذلك يعني إحنا عندنا حقيقة أقول لك يعني كانت يعني هاي الإدارة اللي هسه إحنا الحالية واللي متمثلة حقيقة بالأستاذ عمار رئيس الهيئة الإدارية لنادي سامراء، وكان إلى الدعم الكبير للنادي، وشوي يعني حقيقة يعني شفنا يعني نهض شوي يعني بعض الشيء رغم ما يعني كان موجود دعم كبير يعني طبعا من يعني الوحيد قلت لك الإدارة الوحيدة والرئيس النادي الوحيد اللي هو يعني طيب يعني ساعد النادي بشكل موجود كبير. موجود دعم، إذا وين المشكلة؟ دعم احنا الدعم هو الرجال يعني دعمنا دعم يعني خماي شو يسوي الرجال يعني هذا اللي الامكانيه الموجوده. نعم. لكن قلت لك احنا عندنا
إضافة إلى القدم عندنا ألعاب يعني كثيرة. هذا يعني ما احنا نصب طيب كل الأجهزة على القدم، لازم اكو عندنا العاب. انا راح اجيك هالالعاب وحده وحده، نعم. بس احكينا على كره القدم لانه هو الواجهه الحقيقيه للواجهه للنادي صحيح، نعم، وللمدينه حقيقه يعني، نعم. يعني هذا احنا اولا يعني من كان عندنا لاعبين محترفين، كنا بالنخبه نلعب بالدرع ممتاز، ف يعني بعض اللاعبين راحوا عفوا الفريق حقيقه، فاعتمدنا على الشباب من اهل المدينه. تدري احنا يعني حقيقه من شاب بعد ما محتك بالفرق القويه، ما محتك بالهذا، اضافه الى احنا نفتقر الى مباريات تجريبيه، يعني ما 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 يعني ما عندنا هاي الامكانيه حتى نلعب ويا الفرق الاخرى حتى يصير عنده خبره هذا اللاعب الشاب. اضافه الى ذلك يعني احنا عندنا يعني رغم كل هذا احنا الحمد لله يعني كره القدم لحد الان يعني بسامره بخير، يعني نقول نادي سامره حقيقه يعني رغم يعني هذه الظروف اللي صارت، وتدري يعني عقود يعني اللاعب يجيك بعقد، حتى هسه ابن المدينه يريد عقد مدرب عقد، فاحنا هذا ما هذا منطين عقود. ها؟ انت ما منطين عقود حقيقه، هسه ما منطين عقود ما منطين لا رواتب ولا عقود. لا رواتب موجوده ما انقطعت، اضافه الى عقود 200,000 150,000 رواتب حسب امكانيه اللاعب، يعني لا من ال 400 او 500 الى 250، نعم. هذا كلاعبين يعني، نعم. لا اضافه الى المدرب، كان عندنا مدربين يعني مدربين محترفين مثل احنا كان كاظم خلف يدرب النادي، فيصل عزيز المدرب اللياقه، هذا كل عقود كبيره على هاي المواسم استاذ، هو هاي المواسم اللي راحت المواسم. لا تحكي على ايام فيصل عزيز والكابتن، لا هذا درب النادي هذا، نعم. هاي قبل سنتين، نعم. يعني احكي لك، نعم، احكي لي على هاي الموسمين المضت، يعني هو الموسمين المضت، نعم. احنا شو كنت هاي الموسمين المضت احنا عاد اعتمدنا على المحليين حقيقه، نعم. جبنا مدرب محلي، خذنا الدوري ما وفق يعني ما طيب وفقنا الحظ. اكو قسم من اللاعبين اتصلوا بي شخصيا، نعم. وقالوا هي الاداره اكو بيهم يشتغلون بكل تفاني وبكل، نعم. جد وبكل اخلاص، نعم. ويريدون يخدمون النادي، نعم. لكن قسم عندهم لا والله جايين من اجل مصالح شخصيه، انت شو تقول؟ لا هذا كلام حقيقه يعني هذا اللاعبين نادي اللاعبين هم كل واحد يحكي على هواه حقيقه، يعني يجوز بعض اعضاء الاداره مثلا ما زين ويا هذا اللاعب يقول لك يعني او يعني في شغلات يعني ماكو انقسامات بالنادي؟ ما اقول لك ماكو يعني انقسامات كبيره ماكو، لكن شنو اكو مثلا اكو فد يعني شغله جدا بسيطه هي حقيقه اكو انقسامات؟ لا ما نقول بها انقسامات، هي حقيقه يعني ما نقول بها انقسامات، يعني بس احنا مثلا اكو اختيار مدرب، نعم. احنا كمجموعه اعضاء هيئه اداريه مثلا عندنا عده مدربين مطروحين على الساحه، مجموعه هذا المدرب ومجموعه مدرب اخر، هذه ديمقراطيه هاي، رحم الله والديك، هذا مو انقسام، احنا ما هذا مو انقسام، هذا لا انا اتحدث عن انقسام، ماكو انقسام حقيقه، ماكو انقسام بالاداره، والاداره هاي ممكن. الاداره احكي لك يعني بصراحه مع احترامي الكبير للادارات السابقه، هذه الاداره يعني الوحيده اقول لك عليها اداره ناجحه وتخدم النادي حقيقه، اكو بعض الخلافات يعني ما تصير، يعني مو تدري احنا مثلا 11 عضو هيئه اداريه كل واحد عنده راي، بس كانقسام لا ماكو، لا احنا انت من تكون 11 عضو هيئه اداريه، نعم. وكل واحد عنده رايه ويعتز برايه ويشوف، نعم. رايه هو الصحيح، صحيح. هذا بالعكس هذا حاله صحيحه، نعم. وهي ممكن توصلكم لدرجه من النجاح، وهذا هذا الحمد لله يعني عندنا مساله الانقسامات، لا مساله اللي مثلا توصل لحد الاختلاف، لا الحمد لله والشكر ماكو عندنا اي انقسام، وكنا منسجمين والحمد لله، وإدارة يعني نعتبر إدارة ناجحة الحمد لله وشكرا. نموذجية وناجحة؟ لا إدارة نموذجية وناجحة. ليش؟ يعني سني لأن معظم أعضاء الهيئة الإدارية جميعهم رياضيين. جميعهم رياضيين وخدموا المدينة وخدموا النادي. يعني من نائب الرئيس إلى الأعضاء. كلهم رياضيين. نعم. فماكو خلاف يعني الحمد لله وشكرا، مو يجيك مثلا عضو اداره يعني من العامه ويجي يعني يفرض رايه اللي هو ما يعرف بالرياضه، الحمد لله وشكرا. انت شنو قصدك كلهم رياضيين؟ شنو تعريف الرياضه مفهومك شنو يعني؟ يعني عندنا مثلا حقق مثلا انجازات وعود للنادي، نعم. نعم. واجى هسه حاليا صاحب عندنا مثلا نائب رئيس الاداريه اللي هو الاستاذ محمد صاحب، نعم. يعني حكم دولي، يعني هو قضى حياته كلها بالقدم، نعم. بالساحات كرة القدم. إضافة إلى ذلك عندنا كابتن صدام عزيز كان كابتن نادي سامراء، نعم صحيح. وفي حينه وعندنا كابتن عباس
هذا كابتن عباس مشهور عباس ابراهيم. نعم. يعني حتى يعني بعض المحافل يعني شارك. طيب. هذا طيب. هذا اعضاء النادي. طيب طيب كابتن. اضافه الى الاخرين يعني. طيب كابتن. اللي لاعب سله واللي لاعب. هناك من يقول انه هناك يجيكم دعم كلش كبير من مجلس المحافظه ومن اداره المحافظه ومن الميسورين الى انه هاي الاموال سرعان ما تتبدد قبل ان توصل اللاعب. حقيقه انا عذرا للطرح لكن هذه اسئله الجمهور. هذا جدا سؤال كل يعني وجيه حتى نعم. يعرف المشاهد ويعرف يعني يعرف شنو الاموال وين تروح. حقيقه احنا يعني نادي سامراء في هاي الفتره قلت لك عليها اللي هي قبل صار ثلاث سنوات تقريبا إدارة مجلس المحافظة واللي كان رئيسها الأستاذ عمار يوسف يعني حقق للأندية محافظة صلاح الدين ككلها مو نادي سامرة للأندية خصص لها مبالغ حسب درجاتها أكو درجة أولى أكو درجة ثانية فإحنا حصتنا كانت 150 مليون من مجلس المحافظة نعم 150 مليون للنادي سامرة هنا نجي وين راح عن ال 150 مليون أي ال 150 مليون احنا قلت لك عندنا عقود مع لاعبين 150 لو 200 قبل كل لا شيء لا 150 مليون اكو ناس يقول لا 200 لا مليون. لا هذا هاي شيء معروفه موجوده عندنا انا ثبتها يعني يمي والله 200 مليون لا يعني انا وصلت 200 مليون هي ما تخفى يعني 150 مليون هذا ماكو فوقها نعم هذا احنا يعني اعلى رقم اكو نعم. اخذت 100 مليون نعم. يعني 150 يعني أكيد. أكيد. نادي سامرة ونادي صلاح الدين كانوا بالمقدمه نعم فهذا من 150 احنا كان عندنا عقود الادارات السابقه اللي قبلنا يعني اثقلت النادي بديون وهذه يعني حقيقه يعني يجب ان نسددها فاكو عقود للاعبين عقود للمدربين يعني مبالغ كبيره يعني نعم. للمدرب وللاعب اضافه الى رواتب كبيره كان المدرب ياخذ مليونين شهريا راتبه اضافه الى عقده اللي كان مثلا كان على ابسط المثال كاظم خلف عقده 20 مليون فيصل عزيز عقده 40 مليون اضافه الى رواتبهم واضافه الى كانت اكو عندنا قلت لك ديون يعني ديون شنو مو بس اللاعبين حتى ديون يعني مطعم يطلب النادي 12 مليون او 10 ملايين فلاح مال ساعه يطلبنا 8 ملايين فجينا لقينا يعني ديون كبيره للنادي سددنا الحمد لله يعني قسم منها اضافه الى اقول لك شغله واحده الميسورين حال مستحيل واحد يعني جاب لنا قال هاي مليون او مليونين تبرع للنادي لكن اعضاء الهيئه الاداريه اللي موجودين بالهيئه الاداريه كلهم الان يطلبون النادي من يجيبهم نصرف يعني تحكم الظروف ان نصرف من يجيبنا انت صرفت؟ نعم انا يعني ما اقول لك اعوذ بالله من كلمه ثانيه يعني احنا انا يعني حكم علينا رواتب نعم فاني يعني جبت انطيت للنادي تقريبا 17 مليون يعني سددوني يعني بس اكو بعد نطلب اكو اللاعبين يعني العفو اعضاء هيئه اداريه لا سيلان يطلبون النادي ايضا اخذوا اكو يعني بالنسبه كابتن محمد صاحب يطلب كان النادي 40 مليون سددنا من قسم منين سددتوها؟ سددناهم من الاموال اللي هن جتنا ال 150 مليون اللي قلت لك اياها اخذتوهم بيناتكم اخذتوهم ديون وها هي احمد الله ولك هي اللي احنا النادي ياهو الاهم انه سدد نفسك انت جايب النادي لا ما سدد نفسي احنا هاي الفتره اللي جينا بها هسه الان احنا اخذنا اقول لك الادارات السابقه نعم. اللي هي اثقلتنا بالديون فسددناها يعني هم ما سددنا طيب انتم كنادي يعني انتم عندكم محلات نعم. عندكم معارض سيارات نعم. وعندكم قطع اراضي نعم. وكلها تدر اموال طائله للنادي صحيح. وين تروح هاي فلوسكم اولا احنا عندنا هسه الان اللي الواجهه مال ملعب سامراء اي هذا اللي محلات حدادة يعني حقيقة إحنا صار لنا سنتين ما مستلمين دينار واحد منهم لأن مشتكين عليهم اللي نطلعهم لأن واجهة المدينة والمكان اللي بيه نادي سامرة هي قلب سامرة حقيقة وبصفة جامعة سامرة ف مكان يعني حيوي أتين ها مكان حيوي هذا رحمة الله والديك فأتين هذا اللي محلات حدادة كلها حدادة ما ترهم يعني على واجهة مدينة وكذا فاشتكينا على بالمحاكم لإخلاءهم من وإضافة إلى ذلك ما خليناهم يعني نخليهم هذا يعني تابعنا البلدية سامرة في سبيل تنطيهم قطع أراضي حتى يروحون يمارسون عملهم بها ولحد الآن ما مستلمين دينار من هذني المحلات كان خلافكم ويا أهل المحلات على مود الإيجار لو على مود الواجهة لا لا على مود نطلعهم ما عندنا بالعكس كان قبل يأخذون إيجارات منهم لكن إحنا قلنا نطلع لين شنو قلنا نستخدم هاي المكان
في نستثمره للنادي، يعني كمول او فندق سياحي او بالضبط. مطعم كبير يكون وارده للنادي احسن من هذه المحلات وهم واجهه للمدينه بالضبط. اضافه الى ذلك عندنا وين وصل هذا المشروع؟ يعني هذا المشروع وين وصل لحد الان؟ يعني جانا مستثمر فباوع قال احنا انا اريد استلم ارض، ما استلم محلات وبها مشاكل يعني ساكنين المؤجرين. نعم. فقلنا ارتئنا نطلعهم حتى يجي المستثمر يبني لنا يعني هذا اللي قلنا عليها. هاي القضيه يعني وين وصلت؟ هاي القضيه وين وصلت لحد الان؟ يعني تقريبا نحسمه 80%. جيد، اذا إيه؟ واصلين الى 80% جيد. نعم، احنا بس مشكلتنا شنو؟ تخصيص الاراضي لهؤلاء اصحاب المحلات اصحاب المهنه، حتى لين وين طلعناها بالحي الصناعي. فان شاء الله يعني قريب جدا ان شاء الله يستلمون، واللي ماشي بهذه الحقيقه يعني واحد يحكي ما شاء الله هذا المشروع ماشي به الاستاذ محمد صاحب، لان هو المتبني في سبيل اخلاءهم، وان شاء الله يعني قريب جدا يعني نخليهم. هاي يعني صار سنتين احنا ما استلمنا دينار من هذا النيل. اضافه الى ذلك سالتني على المعارض. عندنا معارض داخل يسموها مدينه المعارض، هاي مساطحه اجارها 750 بس سنه، 750 ألف دينار بس سنة. أنت شو وقت منطيها مساطحة؟ مساطحة منطيها تقريبا إلى سنة 2018. أنت والله تقريبا يعني قبلنا هي يمكن 20 سنة حقيقة يعني، فصار لها مدة كبيرة يعني. فهم أهل أصحاب المعارض هم بنوا المعارض كذا، فمن يعني 2018 تنتهي العقود مالتهم ويكون عاد ترجع لنا ككل. يعني أنا أقول لك يعني أنتوا إذا بنيتوا هذا المول وهاي المحلات الجديدة ورجعت لكم المعارض وراح أيضا اشتغلوها مساطحة جديدة، مو بس بخير، انتوا راح تصيروا من اغنى الاندية، رحم الله والديك، مو صحيح؟ يعني هذا هذا هاي يعني هذا الوارد اللي يجينا حقيقة للنادي. عندنا محلات يسموها محلات الحي الصناعي القديم، هذا مغلوق تمام، يعني ما دا ناخذ منهن ولا دا نستفاد منهن اي سنت. ليش؟ واحد منهن ليش مغلوقة يعني؟ وجد أجارهن كان قبل أجارها 50,000 40,000. المحل كابتن شو وقت تحشي؟ هذا قديم دا تحشي لك، هسه صارت هاي الظروف قبل يعني تقريبا سنه او اكثر، هذا انغلقت انسدت بعد ما نستلم ولا دينار. وعلي اقول لك انا ما ادري اشتغل انا. اذن معانا اتصال، خلينا ناخذ هذا الاتصال مع الكابتن ايوب. كابتن ايوب، كابتن ايوب يونس، مرحبا. ألو. كابتن اهلا وسهلا، هلا بيك استاذ. الو، يبدو ان الصوت شويه ضعيف. ولا بسك علي الحجه قصي. مرحبا كابتن، الله يسلمك كابتن ايوب. صوت ضعيف زميل مخرج يعني. لا بسمعك كان واضح. شلونك كابتن؟ اهلا وسهلا بيك. شلون صحتك؟ الحمد لله. انت من المدربين اللي تركوا يعني بصمه كلش كبيره على مسيره نادي سامراء بما حققته من انجازات كبيره ونتائج كبيره باهره. طيب كيف ترى الاسباب الحقيقيه لتدهور مستوى نادي سامراء في المواسم الاخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك الاخ الحاج طبعا اداره الامر. انت مثل ما تعرف استاذ احنا فريقنا يعني في اول موسم من الهبوط يعني حاولت الاداره والاخ حاج عمار انه يعيد الفريق الى مصاف الدرجه الاولى بعد سنه يعني. نعم. جلبوا مدربين من بغداد وجلبوا لاعبين من بغداد، ولكن الفريق لم يستطع يعني انه يتاهل. نعم. رغم دفع مبالغ طائله جدا للفريق، في الموسم اللي بعده حقيقه استلم الفريق وكان حجي قصير هو مدير الفريق بالنسبه لنا. نعم. ونتذكر احنا شلون عملنا الفريق كله من السامرة باستثناء حارس مرمى ولاعب واحد فقط. نعم. الحمد لله والشكر يعني الفريق وصل الى مرحله كلش متقدمه، وكان بامكانه يعني قاب قوسين ادنى من الصعود لولا التعادل يعني مع فريق الكوفه في اخر اللحظات. نعم. وفقدنا فرصه الصعود للمربع الذهبي فارق نقطه عن نفط ميسان. المهم الفريق الحمد لله والشكر قلت لك كان يصعد. انا حقيقه بعد ذاك الموسم ارتحت انه ارتاح لي يعني تقريبا يد الحاج قصي احنا شلون وقفنا من وراء مبالغ بسيطه جدا. يعني حارس مرمى النادي ما قدر يوفر له مليونين دينار اربع لعبات متتاليه اللي حصل الحق مالته. على كل الفريق اللي بعده يعني حقيقه العام الماضي والسنه الفريق اعتمدوا على نفس اللاعبين تقريبا ولا سامر مع مدرب جديد هو الاخ عبد الرحمن مدرب شباب النادي. يعني الولد انا ما انتقص منه بالعكس سمينا وصديقنا وعزيزي، بس الفريق الاول يحتاج لخبره مدربين جيدين رغم وجود يعني الاخوان بالاداره
وقدروا يمنحوا يعني الثقة وقدروا يمنحوا يعني الوقوف معه. بس الفريق العام الماضي يعني سحب من الدور كهيل قلة الموارد. السنة حقيقة يعني جت فرصة عظيمة انه يتأهل الفريق ولكن اضاعوها يعني من خلال خمس فرق فريق انسحبوا كلنا اربعة حصلنا احنا المركز الرابع. كابتن يعني كابتن ايوب كابتن ايوب كابتن ايوب اذا تسمح لي، انتم حققتوا نتائج جيدة وكنتم قاب قوسين او ادنى من التأهل، التأهل الى مصاف الدرجة الممتازة. طيب نعم. بعد هذا الموسم تم الاستغناء عن خدماتك انت، مو هي شيء؟ اعتمدوا يعني اذا تسمح لي، اذا تسمح لي خلي اوصل لك السؤال كابتن. كابتن كابتن ايوب اذا تسمح لي خلي اوصل لك السؤال قبل لا تجاوبني. الموسم اللي بعده اعضاء الهيئة الادارية اعتمدوا على نفس الاسماء اللي انت حققت بيهم يعني نتائج كبيرة مع اختلاف المدرب، اذا السبب المدرب؟ لا هي ما احنا ما نقول سبب مدرب، بس انا يعني رايي الشخصي هذا ان الوالد المدرب خبرته يعني مو مال الدوري درجه ممتازه رغم انها ولد يعني معناها صوت المدرب يا كابتن، معناها صوت المدرب مو ايش تقول؟ يعني عبر دوري المجموعات بس كدوري الدوري العراقي احنا كان نحتاج ايضا لاعبين للفريق، يعني احنا السنه كان يمكن حتى يدري حد خبر احنا السنه خطينا نجيب بعض اللاعبين في مراكز احنا نحتاجها، بس فريق لاعب مسامة رغم عودة الحارس الخلاق مسامة للفريق، بس الفريق ما استطاع أنه يتأهل على هاي أربع فرق اللي هي خزانية، غاز الشمال، بلد، شهربان، يعني هاي حقيقة محتفل بهاي الأسماء، بس هي مو يعني بقيت اسم نادي سامرة وفي تاريخ نادي سامرة. طيب كابتن، يعني الأسباب الحقيقية اللي تشوفها تدني أسباب تدني مستوى نادي سامراء خاصة في هذا الموسم يتعادل مع فرق ضعيفة جدا، وخاصة يعني احنا ما نريد نسمي الأندية كلها أنديتنا، احنا ممكن مرات يعني ضعف الإمكانيات، ما يعني هذا يعني انتقاص من بعض الأسماء الكبيرة لمدننا وأنديتنا، لكن أندية حديثة بكرة القدم، يجي فريق حديث بكرة القدم يتعادل مع نادي سامراء، نادي سامراء الاسم والتاريخ والإنجازات، كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ فأنت يعني أحد يقصره مدير الفريق ويعرف بخفايا الفريق كله، ويعني زمننا إحنا كنا يعني مع فرق كبيرة جدا حققنا نتائج جيدة، ويعني حققنا نتائج مع نقطة مثال اللي سوى يعني إحنا غلبنا في ملعبنا، يعني الفرق الباقية مثل الحدود اللي هم يلعب بالدوري الممتاز إحنا غلبنا في ملعب. بس احنا المشكله شنو اللي نعاني منها؟ يعني نادي سامراء يعاني من الجانب المالي اضافه الى نقطه كلش مهمه. يعني انا اؤتي يعني الاخ حاج قصي هو موجود. يعني الاداره لازم يصير فيها لجان من اللعبات، يعني لجنه فريق كره السله او لجنه فريق العاب القتاليه او لجنه مثلا خلينا نقول كره القدم، يعني باقي اعضاء الاداره مثلا انا نخلي حاج قصي مثلا وصيغه وصدام او محمد صاحب مثلا متحكم كره القدم، ما راح يجي بالالعاب القتاليه او مثلا بكره السله يقول يناقش في تسمية مدرب او تسمية لاعبين، اللي صارت انا اقول لك الامانه يمكن حاج قصي يعني على طلع بها، صار انقسام بالراي بين الاداره في مجال كره القدم فقط، بحيث المجموعه اللي تايد وجود هذا المدرب، المجموعه الثانيه تحارب لا شيء، بس مجرد انه محاربه، وبالعكس المجموعه اللي تريد ذاك المدرب تايد بيته العكس، فلهذا الفريق وقع ضحيه يعني الاختلاف بالراي فقط. طيب كابتن، يعني هذا معناها اكو انقسامات داخل اعضاء الهيئه الاداريه. الإدارة متحدة كل شيء، بس على كل فريق كرة القدم قلت لك حاول تسمية المدربين وجلب اللاعبين هنا الاختلاف. أكو انقسامات كابتن، كابتن أيوب، كابتن أيوب، أكو انقسامات داخل أعضاء الهيئة الإدارية؟ أنا أقول لك في تسمية مدربين كرة القدم أو في فريق كرة القدم نعم موجودة محسوبية يعني لو أنا أروح مثال بسيط كابتن، من فريق القدم كلها تروح إلى فريق القدم. نعم كابتن، هل هناك يعني محسوبية في الموضوع أم أشياء أخرى يعني؟ هل هناك محسوبية في الموضوع يعني أنا من جماعة الفلانية أجيب الكابتن الفلاني؟ أنا ما رجع يعني أخذ بهذا الجانب، بس هو حاجة يعرف يعني أنا معلش أقول بس واحد أقول المفروض انت لا تشلبني بحج قصي، انا بدي اسالك كذا كابتن، لا تشلبني بحج قصي بغض النظر انه هذا قريبي او مو قريبي، انا اشتغل اقول حج قصي زين حبنا حج قصي مثلا مو قريبي اقول حج قصي زين هذا حجي، اذا حج قصي قريبي اقول عليه مو زين زين، يعني خلينا مثلا ما تدخل بها العلاقات، لان العلاقات والعواطف بالعمل تؤدي الى كارثه حقيقيه. راح اسالك سؤال كابتن، اكو يعني مساله العلاقات هاي تدخل بموضوع تسميه المدربين؟ انسى انه حج قصي يمي اعتقد موجوده في نادينا يعني خصوصا السنه. نعم السنه بالذات
هذا العام اكيد راح يخسر من اول الناس المحاربين على انه هذا يرتاح عن الفريق. بس قلت له ما يرتاح يعني انا العام الان طلبت انه انا ارتاح، بس السنه انا اقول لك لعبه في علاقات دور كبير وما اقدر اسميه هو عن حد قصي انا علمي يعني حقيقه احتلال بين ككل اداره كلهم اصدقائي وكلهم مسافر بيهم وحقيقه الناس تعمل بالممكن ونظافين مستحيل ايضا تعمل، بس بتسميه مدرب الفريق الاول انا اعتقد حابوا كثير من الشباب ويدري بيه حاجه صحيح لشهر السنه النادي حنعطيكم شغله ويسمع كل جمهور سامرة على قناتكم الكلمه. السنه قالوا ما عندنا ولا فلس. قلت لهم قلت لكم قالوا عندنا 25 مليون. قلت لهم ما اتحمل الباقي بعلاقاتي انا اقدر ادبر الفلوس وخلينا نفوز الفريق انا وكابتن زايد وكابتن عبد الرحمن. نعم. الموضوع انطرح كابتن عبد الرحمن قال لي ما اقدر يروح على المدير وما اقبل باش قال احنا مش هذا. قلت له لا بحمل الفلوس. قال لي لا خليني مدير. قلت له ما نجيب اللاعبين يتحملوا المسؤوليه. جبت اللاعبين قالوا لا حلو جيب عوائلهم، جبنا عوائلهم وبعدين قالوا لا الفريق مصير عبد الرحمن، قلت له هذا انا ما بدي اقبل عبد الرحمن، اي واحد يجي، قلت له الفريق بس المهم يشاركون، بعض اعضاء الاداره الان يقول لك اي ضربنا، ليش ورطك انا خليتك تشارك؟ اسم سامره بقى احنا لازم سامره تبقى بكل الوضع لازم يبقى سامره. طيب كابتن انت عرضت عليكم انت عرضت عليهم خدماتك بالمجان مقابل انه يدفعون 25 مليون لكل الموسم. كل الموسم. طيب هم السنه صرفوا فوق ال 50 مليون يعني وما حققوا فد شيء، شنو السبب؟ استاذ انا اقول لك ما يسامر ما صرف السنه ما صرف 5 مليون. وانا بسمعك كان يجيب دفعات بشهر واحد ويدري حاج قصي حاج كابتن ايوب يجيبون الفلوس في النادي كابتن ايوب يقدموا كثير كابتن قصي يحكي وياك كابتن قصي دا يسالك كابتن قصي كابتن ايوب مداخله وياك كابتن ايوب عيني حاضر يسلمك يخليك الله. كابتن ايوب انت الطرح اللي طرحته اللي 25 مليون احنا سوينا قبل ما تطرح هذا الرقم احنا سوينا جدول اقتصاديه بالنادي يعني هنا لعباتنا كلها خارج سامره احنا كان الماليه وكان المبلغ تقريبا 100 مليون 100 مليون يلا بس اسمح لي هو يقول لك انطيني 25 مليون ومشي لك الفريق انا وياه ال 25 مليون احنا حقيقه يعني احنا ما نقدر نغامر بهذا الرقم يعني وفعلا غامرنا به لان كابتن ايوب قال اني الباقي عليا احنا حقيقه احنا ما وضح لنا الكابتن ايوب شلون الباقي عليا احنا خاف يعني ارتئينا ان يكون خاف يعني بنص الطريق يقف الرجال ما عنده يعني ما اللي يجوز اللي موعديه يعوز يستلم الفلوس يقول ما ينطوا كابتن ايوب كابتن ايوب عيني قالوا لي الشرط جزاء عليك 50 مليون وافقت. ها ها. احنا يعني انتم حتى حاطين عليكم جزاء. هذا صحيح، لكن احنا نعم. انت اخونا وعزيز علينا يعني عندما تصير لا سامح الله لو صارت المشكله احنا ما كابتن ايوب احنا لو لا سامح الله لو صارت المشكله احنا نيجي نداعيك ب 50 مليون ما نقدر لان انت اولا ابن المدينه ولا وخدمت النادي ما نقدر احنا ما من اخلاقنا ان نقول لك هذا يعني قالوا اكو صاك وكذا انت تكتب على نفسك احنا ما نقبلها يا كابتن ايوب انت تعرف احنا بالمدينه واحنا اداره نعم كابتن وانت مدير فريق كره القدم نعم الفريق السنه فرصه كانت عظيمه مو عظيمه شلون؟ السنه فرصه كانت عظيمه غير عظيمه كابتن ايوب انت تعرف انت صاحب خبر نعم اجاوبك احنا اول شيء احنا جانا التبليغ قبل 15 يوم للمشاركه 15 يوم انت كمدرب وعندك شهاده تدريبيه 15 يوم انت بس خليني اكمل لك كابتن ايوب 15 يوم انت تأدي فريق هو ده يقول لك انا اسوي لك فريق انت يعني احنا نقرا الساحه يا استاذي نقرا الساحه احنا 15 يوم من جبنا اللاعب احنا اول شيء عندنا 6 لاعبين اساسيين خارج الـ طيب خارج يعني مدرب خدم النادي نعم ويقدم جهوده نعم مجانا ليش بارك الله بي لا ليش بالعكس احنا كابتن ايوب مدرب رقم واحد بالمدينه والدليل انه استغنيتوا عنه والدليل انه استغنيتوا عنه لا ما استغنينا عنه احنا بس اسمح لي كابتن ايوب كابتن ايوب فقط فريق غاز الشمال فريق معاد واحنا على حد فريق احنا طلعنا هاي نفس الاداره كابتن ايوب الانديه اللي اطلع من الراس او ما اطلع من الراس كابتن ايوب اذا تسمح لي انت من حققت هاي النتائج الكبيره هل قدمت استقالتك لو الاداره اقالتك؟ لا
لا لا للأمانة يعني حتى كان حجي قصيب يعني من المصريين النهابقة، بس أنا من حفظ الفريق حتى برغبتي يعني مو برغبة لا ما طلعوني نادي، بس السنة كان الوضع يختلف يعني السنة شدنا الأمور رابين يسحبون، فأنا قدمت هذا الاقتراح لأن ما أطمس مرة موسمية كامل تسحب من الدوري على بلاش، هذا اللي قلت له لا بالعكس الإدارة بدون زين استخدام. زين كابتن أيوب كابتن أيوب احنا يعني حتى نستغل الوقت كابتن أيوب لا تسمح لي كابتن أيوب احنا الكل بدون استثناء كانوا مصرين وابقى مع الفريق، بس هي طيب كابتن ايوب خلينا نستغل الفرصه ما زال انت ويانا اليوم بالجو ثاني يعني طلع مدرب اخر كابتن ايوب اذا تسمح لي. طيب انت عرضت خدماتك مجانيه على الهيئه الاداريه، قلت لهم يابا انا اصعد الفريق وانا مدرب اول للفريق بس مجرد انطوني الفريق، ليش الهيئه الاداريه رفضت؟ ليش؟ شو تشوف انت؟ ليش الهيئه الاداريه؟ هذا سؤال يعني تزلني لا مو انا اذا اساله هو وبعدين راح اسالك انت. اللي صار عبد الحليم قال اجمع المدربين لان تتم زي ما تحب اللاعبين ولاءات والاداره ايضا ولاءات، خلينا نكون صريحين احنا قلنا نجمع المدربين كابتن زايد مع كابتن عبد الرحمن معايا يعني نقود الفريق يعني كل مسامره نجتمع في سبيل نقود الفريق، وكانت فكره ناجحه بس بعض الاطراف ويدنا عرف حد بعض الاطراف هي اللي حاولت افشال هذا المشروع. نعم اذا الكابتن ايوب يونس كنت معنا من مدينه سامراء، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا انضمامك لنا. حقيقه كابتن يعني كابتن ايوب حقيقه طرح مسائل في غايه الاهميه. يعني هو من يعرض خدماته بالمجان من دافع الحرص من دافع غيرته على اسم المحافظه واسم هذا الفريق الكبير، ليش ما وافقتوا عليه؟ احنا ما وافقنا عليه كابتن ليش؟ ايوب الرجال يعني شهادة بالتاريخ كابتن من الطراز الخاص حقيقة يعني لا. لكن اكو سبب هنا، احنا عندنا الموسم اللي هو انسحب منا جبنا شلون احنا جبنا مدرب كابتن عمان اللي هو عبد الرحمن لا. كابتن عمان كان مدرب شباب سامراء واخذ المركز الاول بالمحافظة شباب سامراء، فعنده انجازات كبيرة هذا المدرب نعم. فارتئنا من سحب كابتن ايوب قلنا لان كابتن شو الانجازات الكبيره الانجازات جاب نعم. تحقق شو اسمه بطولات الشباب على المحافظه نعم بعد اضافه الى هو يعني احنا جبنا هو يعني هو هاي اللي كان هو المدرب الشباب فجاب هذا الانجاز، احنا قلنا هذا يقود الخط الاول حقيقه الخط الاول يعني احنا اكو فقره يعني كابتن ايوب علق عليها، احنا المؤلف فريق اللي كان يدربه كابتن ايوب هو حاليا يعني بيه بعض اللاعبين من الخبره اللي يعني كبار هذا موجودين اضافه الى كل الفريق الشباب اللي قاده هو كابتن عمان. هو ده يقول نفس الفريق؟ لا 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 مو نفس الفريق، احنا حتى اصحح له الكلام، اكو بعض ثلاث او اربع لاعبين من القدامى اللي كان يدربهم بقوا بالفريق اضافه طيب. الى احسك سؤال جميع كابتن. اللاعبين كلهم شباب اللي كان يقودهم كابتن عمان كابتن عبد الرحمن طيب. هو احنا نسميه هو عبد الرحمن بس لقب ماله عمان بالضبط نعم بصراحه ليش ما سميته كابتن ايوب كانما هو يعني هسه اقول لك نعم. احنا حتى ما نغبن يعني نتائج مدرب نعم. مدرب كابتن عبد الرحمن او كابتن عمان عندما قاد الفريق صدرنا المرحله عوف كابتن عبد الرحمن كابتن قلت لي كابتن عبد الرحمن احكي لي ليش ما اقول لك ليش ما سميته مثلا استبعدته اسم ايوب ما استبعدنا احنا ايوب الرجال طلع احنا من شاركنا بالدوري السابق صدرنا المجموعه على مجموعتنا نعم تصدرنا توقف الدوري ليش راح نجي هاي المرحله اللي اخذناها هسه توقف هو مدرب يعني يصير احنا هذا المدرب جاب ثمره لهذا النادي نطلعه ونجيب غيره المفروض لا رحمة الله احنا هذا اللي سويناه لان هاي اللي زرع كابتن عمان زرع هذا ردنا يتواصل اضافه الى ذلك اكو فقره مهمه نادي قزانيه اللي يعني معظم الجمهور الرياضي كذا يعني يستصغر هذا الاسم لا بالعكس نادي قزانيه نادي دياله اللي هو انسحب من مخاض هذه البطوله نعم. اللاعبين جميعهم صاروا نادي قزانيه هو نادي ديالة ونادي ديالة عريق يعني نادي يعني ما يعلى عليه من الأندية الكبيرة
فهذا الفريق سموه قزانيا، هو نفس الفريق فريق ديالا، لان اسم ديالا انسحب من الدوري. نعم. فصار القزانيا. قزانيا فريق لاعبين. لا لا، اضافه الى ذلك قصدك لاعبي ديالا يعني كلهم راحوا الفريق راحوا القزانيا. اي بالضبط، هذا كلنا نعرفهم احنا. أي. اللاعبين. اضافه الى ذلك عندنا ويانا غازي الشمال. غازي الشمال جميعهم محترفين، لاعبيهم محترفين. 700 مليون صرف، هذا كلام المدرب اللي احنا تعادلنا وياه وما صعد. طبعا احنا من الفرق بعدين هو صعدوا، لان صعدوا الثالث. فهذا صرف 700 مليون على لاعبي وعلى عقود ومدربين وكذا. 700 مليون وين؟ و25 مليون وين؟ اذا ان شاء الله مو ماديه كابتن. لا لا مو ماديه. انت من تقول لي هيك معناها اكو خطا بالاستراتيجيه، خطا بالتخطيط. انت من تقول لي صرف 700 مليون وما صعد، خطا من الاتحاد حقيقه. اقول لك شون. احنا الفتره قلت لك الفتره القليله جدا اللي هي 14 يوم، مو 15 يوم، هم 14 يوم بالعد عدناها. اعداد فريق يعني مثل نادي سامر ب 14 يوم، واضافه الى ذلك عدى 6 لاعبين اساسيين خارج العراق. وهذا هاي الفتره القليله جدا صارت عندنا اصابات كبيره باللاعبين ولاعبين اساسيين اصابات، لان ما عنده لياقه وما اخذنا مباراه تجريبيه حتى. يعني احنا هذا العمل احنا نعتبره انجاز حقيقه، نعتبره انجاز نادي سامر، لان فوز. نعم. وخساره وتعادلين، هذا يعني بهاي الفترة القليلة. نعم. جدا. نعم. احنا لو عندنا فترة يعني كبيرة، عندنا شهر او شهرين مثل الاندية الباقية، هذا لا لا نجيب نتيجة احسن من هذا. واذا ما جبنا نجي ساعة يعاتبونا. كابتن قصي. نعم. انت تقول يتحمل الاتحاد، واني اعرف شخصيا اعرف تخبط الاتحاد وعدم منهجيته. نعم. وعدم علميته في إدارة دفة الكرة العراقية، وهذا كله يعرفه كل المتابعين. نعم. طيب انت تعرف قدامك موسم، موسم نعم ما حدد من قبل الاتحاد، قد يكون الشهر التاسع او الشهر العاشر، بس هو مقبل. نعم. لازم يجي الدوري، صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني انت شنو الظاهر ما تبدي؟ ايش وقت بس اذا تسمح لي؟ تفضل. انت ليش ما تبدي باعدادك مثلا قبل شهرين؟ شنو الظاهر معدها؟ وانت تعرف قدامك مشاركه قد تكون 15 بالشهر او قد تكون 30 بالشهر. صحيح. احنا هنا ما نقدر نجيب اللاعبين، ليش؟ لان انت مين جاب كابتن اذا تسمح لي؟ لا اذا انت سالتني حتى بس اسمح لي. نعم، خلي اوصلك الفكره. نعم. انت ما جايب لي لاعبين سوبر او من خارج المحافظه او محترفين، هم كلهم ابناء النادي، ابناء المدينه. وجه. ابناء المدينه، هذا احنا من نجيبه من تاريخ نقول قبل شهر، واحنا. نعم. ما نعرف اكو مشاركه او ما اكو مشاركه من قبل الاتحاد، يعني هل راح يبدي دوري او ما يبدي ما ندري به. هذا وكان اكو دوري بس الموعد متوقف. كان متوقف للظروف الامنيه، ما عندنا. نعم. ما نعرف شو وقت يشاركون. نعم. هذا الفريق اذا جبناه هذا راح ينسب علينا رواتب، يحسب راتب. لا يعني اللاعب ما يجيك يعني يقول كان يريد راتب. نعم. زين هذا احنا الاموال هاي اللي عندنا، زين احنا نجيبه قبل شهر او شهرين، يعني هذا راح نحسب رواتب. ايش قد رواتبهم؟ 17 مليون. ايه. لو تجمعها كمدرب ولاعبين واداريين 17 مليون، احنا ما نجيب 17 مليون حتى ننطي، واحنا ما نعرف يعني بالسبق ان اكو مشاركه او ما اكو مشاركه. لكن من جال التبليغ. أيه. هاي الفتره القليله ها خلاص راح نشارك بها، وفتره الاعداد هاي اللي صار بها واللي صارت عندنا اصابات كبيره، اصابات لاعبين اساسيين والبديل ما عندنا يعني يدي مكان هذا اللاعب الاساسي. طيب الأساس. كابتن احنا يعني حقيقه حتى الجمهور الرياضي يمكن وياي بالراي غالبيه المتابعين وغالبيه النقاد وغالبيه انه احنا مشكلتنا تفكيرنا اني ما عندنا تخطيط، ما عندنا استراتيجيه بالعمل. يعني مثلا نادي سامراء ليس النادي الوحيد، ولكن غالبيه انديتنا تعتمد على اللاعب الجاهز. انت قبل المشاركه بشهر تبدي تدور لاعب، تدور على الفرق. لا لا. الشعبيه. اذا تسمعني انا ما احكي لك عن ناديكم. نعم. بشكل عام. طيب انتم ليش ما عندكم مثلا فئات عمريه بالنادي ممكن انه يخدمون النادي؟ دائما قبل المشاركه بش كم يوم او بش كم اسبوع تروحون تدورون على الفرق الشعبيه تدوركم بش كم لاعب؟ لا حقيقه احنا مو هذا، احنا اللاعبين هذولا كلهم شباب، واحنا يعني في احد الاجتماعات ارتأى رئيس الهيئه الاداريه لنادي سامراء بان نهيئ فريق شباب. نعم. نعده اعداد سنه او سنتين حتى احنا ما نريد نصعد حقيقه. انتم يعني كابتن عبد الرحمن هو الوحيد اللي تحرك على الفرق الشعبيه وجاب لكم لاعبين، مو صحيح؟ لا بالعكس، احنا طبعا هي صحيح هذا، يعني احنا سوينا اعلان نشرناه بعموم المدينه، وهاي اول مره تصير. اول مره تصير. تعالوا على جميع اللاعبين الفرق وين الشعبيه. قبل عاد وين كنتوا قبل؟ احنا قبل عندنا قلت لك اللاعبين الجاهزين اللي من جاء كابتن ايوب، وكانوا كان قبل اللي كابتن فيصل عزيز، كان عندنا لاعبين ايضا من بغداد موجودين، هذول كلهم استغنينا عنهم واعتمدنا على اللاعب المحلي لاعبنا، لان
نعطيهم فرصه شباب. نعم. فاحنا من سوينا هذا تسمح لي. هاي الفقره اللي سويناها احنا ما نريد كنا نريد يعني طموحنا نصعد، لان شنو صعود؟ صعود ورا نزول. أكيد. لان رادنا فلوس كثيره وعكو لاعبين سوبر عندنا ومحترفين بالانديه الاخرى. احنا يعني كلام رئيس الهيئه الاداريه لنادي سامراء اللي هو الاستاذ عمار قال احنا نعد فريق الى سنتين او يعني سنه، مو شرط نصعد، حتى يكون هذا اللاعب جاهز محتاج. هو شاب يعني مواليد 94 95، هذول المواليد الصغيره يشاركوا يعني يلعبون، نلعب بالدوري. نعم. بس ما عندنا طموح للصعود، المهم مشاركه في سبيل يحتك هذا اللاعب يصير عنده خبره السنه الجايه كذلك. احنا حقيقه من هاي السنه يعني ما ردنا حتى يعني للصعود، يعني اذا لو حتى لو صاعدين على هاي راح تجينا فرق بغداد، يعني صار يصير تقاطع 12 يعني مو صار احنا اذا لو فايزين نصعد للدرجه الممتازه، لا، لان عندنا فرق اخرى من بغداد ومن الجنوب ومن الفرات الاوسط. يعني السنه انتم ما ردتوا تصعدون؟ رحم الله والدك. يعني هذا لان هذا شنو وراه؟ اكو عضو اداريه كابتن، اكو عضو هيئه اداريه يقول ما الفريق يصعد؟ لا، ما مو شيء، يعني مو ما احنا ما نريد نصعد، بالعكس احنا طموحنا نصعد، لكن صعودنا شلون غير اكو عندنا تبقى خلفيه ندعم هذا الفريق اللي راح يصعد؟ لو بس يشارك صعد بالدرجه الممتازه وموسم وننزل، شنو سوينا؟ ونعد من جديد؟ احنا نريد يعني نهيئ فريق كبير ويحتك بفرق اخرى حتى يكون جاهز للصعود. كابتن اذا انتم هيئه اداريه ما عندكم طموح للصعود، شلون راح تعدون فريق؟ لا بس انت ما فهمت قصدي، العفو. احنا كسنه سنتين ما عندنا يعني ما نريد نصعد، ليش؟ نريد نهيئ الفريق ديك الساعه نلعب للصعود. يعني انتم النوب سنتين راح تبقون تعدون بالفريق حتى بعدين يلا تبدون يبدي الطموح عندكم انه تصعدون؟ يعني اجيب لك مثل بسيط. نادي الزوراء. نادي الزوراء هذا العريق اللي هو يعني كان متربع على 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 كل البطولات مال الانديه، ليش صار بالمراكز المتاخره والوسط نقول عليها، ما نقول مو متقدمه؟ لا لا، السبب ليش بس ليش مو هسه؟ نعم. احكي لك قبل سنتين او ثلاث سنوات ثلاث مواسم كان محتل المركز الخامس السادس الزوراء. نعم. ليش؟ لان اعتمد على الشباب. الان غذوه، ليش؟ فريق الزوراء هذا يعني ما لازم يكون بالمقدمه، يعني ما يرهم يبقى بوسط القوائم. فعدوه اعداد الزوراء مدرسه، اللاعبين الشباب اللي هم اللي يمثلون مو المحترفين اللي يمثلون النادي، انطوهم يعني سنه سنتين، الان هسه بالمقدمه الزوراء. هذا السبب فريق الزوراء فريق شبابي ومع هذا يعني متصدر يعتبر، الله وديك. مو هيك وحتى ليه؟ مدربهم فريق لاول مره يدرب عماد محمد. طيب. نعم، يعني هو مع اختلاف الظروف يعني. نعم. انا احكي لك على طموحكم كهيئه اداريه. احنا طموحنا لازم نصعد، بس شلون نصعد؟ شو وقت تصعدون؟ نصعد لما يكون الفريق جاهز معد، ما نجيب احنا لاعبين من الخارج، نجيب لاعب ونعطي عقد وراتب ومسكن، وهذا هذا يعني تعبنا حقيقه. يعني ليش تعبكم؟ هذا عالم الاحتراف هذا، رحم الله ولدك. ما عندنا احنا ما عندنا هاي الامكانيه اللي نجيب لاعبين ونخليهم محترفين يلعبون بالنادي. نعم. اضافه الى مدرب يعني هم لازم يجيب سوبر مثلا، اضافه الى ذلك اعتني بالفئات العمريه حتى هو احنا اشتغلنا هذا، اعتنينا بالفئات العمريه. زين الفرق الشعبيه، الفرق الشعبيه شويه خلي كشافين يروحوا لهم، هاي كلها هاي عندنا وكلها مفتوحه. احنا يعني كنا كاداره ومدرب مفتوح امام كل اللاعبين، الفرق الشعبيه والملاعب الخماسيه كلهم يجون. احنا اجيب لك مثل بسيط، لعبنا ويا فريق الجامعه هاي مباراه يعني سويناها تجريبيه من ضمن المدينه. نعم. يعني يعني من متابعتنا لهم لقينا لاعبين اثنين لاعبين يستحقون تمثيل النادي حقيقه. وانا حكيت ويا المدرب قلت له هذول الاثنين، مو بس انا والجماعه ربع الاداره، هذول الاثنين هذول اللاعبين يعني مميزين. شلون جبناهم غير احنا؟ شلون عرفناهم غير احتكينا بهم؟ نعم. احنا من نجيب الفرقه الشعبيه ونلعب بالساحه بالملعب، هذا حاله صحيحه كابتن، وهذا احنا اللي استخدمناه. نعم. والمدرب كابتن عمان اللي مستخدمها حقيقه. واضافه احنا ما نقبل ايضا كابتن ايوب هم استخدمها، هذا من اول ما مثل استلم النادي. هاي كل المدربين لازم يستخدمون، ليش؟ لان المدرب يريد يصعد، يريد ينجح. طيب. يجيب لاعب كفو. طيب دائما يعني تعتمدون على نفس الاسماء تدريبيه. نعم. النادي يعني كانما تستغنون عن ايوب ترجعون ورا موسم على نفس الاسم. هو هنا
يعني حقيقة احنا يعني مع احترامنا لكل المدربين اللي المحليين، حقيقة يعني احنا مثل ما قلنا هسه لو مثلا ما مختارين اي عمان كان جانا كابتن ايوب. يعني انا ارتئيت حقيقة واجتمعت بالفريق ومدرب الفريق ايضا هاي اللي هو كابتن عمان، قلت لهم يعني قلت لهم انتم يعني احنا يعني اكو كان بعض اللاعبين ولاء الايوب بعضهم ولاء الزاهد وبعضهم العمان، هاي احنا نريد ننهيها حقيقه، نريد يعني ما لو اللاعب لو ايوب لو ما لعب، يعني لو زاهد لو ما ادي، هذول اللي يعني حقيقه احنا كابتن عمان كابتن يعني جدي بهذا العمل، صاحب شخصيه شخصيته، ولهذا انت قلت له خلي ابني يلعب بالنادي وما قبل، رحم الله والدك، مو خلي ابني لاعب من جاء ومن يعني كاختيار للاعبين ما اختاره، ليش ما اختاره؟ ما يعني ما انت ايش قلت له؟ انت قلت له قلت له بالعكس تعال قلت له خليه وياك بالتشكيله، لا 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 لعبه اساسي ما قلت له هذا الكلام، احنا نريد نفرض على المدرب لاعبين يعني ما يدون، هذا كان انتهى الفريق، لكن انا هذا حال هو من الفرق الشعبيه عنده هذا ابني، وما يعني شاف المدرب ما يدي خلاص طلع، ما جيت عليه قلت له تعال ليش طلعته، يعني انا يعني كعضو اداره واني مشرف على الفريق ما سويتها هاي، ليش؟ لان احنا جاي نخدم المدينه، نخدم النادي حقيقه، نريد لاعبين يمثلون النادي بصوره صحيحه يادون، هذا اللي احنا نسويه، ما عندنا محسوبيه وما عندنا والله اني هذا فلان وهذا فلان. زين بدقيقه شنو السبل الكفيله بانتشال نادي سامراء واعاده الواجهه بس باختصار شويه؟ حقيقه يعني احنا نجي على الماده، ما عندنا غيرها، اكو ماده يؤدي اللاعب، الماده في غضون سنتين راح تكونوا انتم ما شاء الله من ان شاء الله اذا صرنا المخرج يقول لورديه يصيرون ان شاء الله، بس ثاني هاي يعني حقيقه يعني احنا عندنا العاب اخرى، يعني احنا ما نخلي بس القدم، نعم. يعني انت احنا هسه كل وقتنا صار على القدم، واجهت النادي، واجهت النادي على راسي صحيح، لكن احنا عندنا العاب وحصلنا بها انجازات، ليش ما نقول عليها؟ مثلا يجيك عندنا فريق السله، فريق السله قبل اسبوع احنا حصلنا على المركز الثالث للعراق، انت تعدد يعني انجازات النادي، انجازات النادي عدد، ماشي. لازم نقول يعني هذا، لان هذا ما يصير احنا نقبلهم، يعني مو بس النادي مو بس قدم، ماشي. حقيقه يعني نعم. لان هذا انجازات، هاي تحسب للاداره ايضا، يعني كاداره يعني السله احنا صعدنا الى الدرجه الاولى، هاي انجازاتكم ولا انجازات الفريق؟ لا انجاز طبعا انجاز الفريق، واحنا شلون يصير الفريق لما اكو انجازات ودعم من الاداره؟ اكيد هاي وحده. اثنين عندنا فريق البليارد، فريق البليارد ايضا حصل على الثالث على العراق من بين 58 نادي و 58 فريق، حصل على المرتبه الثالثه، هذا انجاز مو انجاز؟ نعم. اضافه الى عندنا ايضا يعني المصارعه، عندنا مصارعين يمثلوا المنتخب، نعم. شباب ناشئ بعده، نعم. مثلوا المنتخب الوطني باوزان، يعني هذا لكم حق تفخرون به، يعني هذا يعني وعندنا مدرب حقيقه كفوء، نعم. جدا، نعم. وهو المدرب يعني كابتن علي من الاعظميه، من يعني مدرب وابوه كان بطل العراق بالمصارعه، هو اللي مستلم الفريق وصعد، نعم. يعني هذا واضافه اسمح لي يعني انا لازم اقول الانجازات اللي سويناها بس عسر يا كابتن انا عندي وقت، نعم نعم عندنا رفع الاثقال الان جتنا دعوه الى رفع الاثقال، نعم. وين؟ في غرب اسيا بعمان، هذا يمثل يعني يمثل العراق نادي سامره برفع الاثقال، لكن شنو السبب اللي يعيقنا؟ يعني حقيقه احنا مصممين ان نشارك، يعني الماده ايضا لان سفر العمان وكذا هم اربعه وخمس يعني مدرب واربع لاعبين، وعندنا بنات ايضا يعني يشاركن برفع الاثقال، هذا كله انجاز، يعني بطوله غرب اسيا يدعونا احنا كنادي سامره ان نشارك بها، هذا انجاز لو مو انجاز؟ اكيد. اضافه الى ذلك عندنا مثلا كمال الاجسام، كمال الاجسام من عندنا ابطال يعني شاركنا قبل بس ما حصلنا على الحقيقه بطوله غرب اسيا، شنو فريق سامره يروح المنتخبات؟ نعم. شلون يروح نادي سامره؟ نعم يمثل العراق نادي سامره بالاشباء، يعني شباب مو الفئات العمريه كبيره، هاي بالتنسيق ويا الاتحاد، يعني صارت نعم جتنا دعوه احنا النادي سامره ان يشارك ببطوله غرب اسيا اللي راح تقام بعمان بنصف الشهر السادس ان شاء الله. ها بالانديه نعم. هذا وعندنا اضافه الى ذلك الشطرنج، هم ابطال العراق بالشطرنج احنا عندنا، وكذلك شكلنا يعني منضده ايضا منتخب ومدرب كفو بها صاحب شهاده عاليه، وان شاء الله يعني هاي انجازات نادي سامره، يعني احنا ما بس يعني فريق القدم، وفريق القدم حقيقه قبل ما تنهي الموضوع يعني يعني شو اقول لك يعني ماكل كل اموالنا حقيقه، فان شاء الله احنا نخدم
احنا خدام للمدينه وللنادي وان شاء الله. اكيد اكيد خدامين للمدينه وللرياضه ولكره القدم على وجه الخصوص. والا انتم ليش جيتوا لهي الاداريه؟ نعم. لو ما تيجي تخدمون مو هيك. يتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهمتكم، مهمتكم عسيره. وخلي بالك انه نادي سامراء الى وقت قريب رقم صعب، وهاي مسؤولية كبيرة. مو تقول لي أني ما أريد أصعد لموسمين، هذا كلام كبير يحسب عليك، لأنه أنت لازم ما أريد أصعد، أريد أعد فريق، عد فريق، حتى يقال عد فريق. ونفس الوقت أنت مو فريقك مو فريق فتي. نعم. أنت مو فريق حي الله فريق، أنت فريق سامرة. نعم. يجب أنه تفكر بالصعود، ويجب أنه تفكر أنه تكون أنت دائما في المقدمة إن شاء الله. هو هذا هدفنا، هذا يجب أن يكون طموح الهيئة الإدارية لنادي سامرة. إحنا كليتنا معاكم، نحاول انه نقدم لكم فد شيء. بارك الله فيكم. نتمنى لكم كل الموفقيه، لان انا دائما من يجي داخل ذهني نادي سامراء يتبادر لذهني اسماء كبيره. الله مثل عدنان حمد. نعم. والكثير الكثير معد ابراهيم. نعم. والعديد من اللاعبين اللي مثلوا منتخبات وطنيه خير تمثيل، وكانوا نجوم. نعم. كبار في عالم اللعبه. شكرا جزيلا كابتن، نتمنى أنه وفقنا أحبة المشاهدين في تقديم هذه الحلقة. انتظرونا في حلقات قادمة. هذا هو حميد المنصور يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.